الرحمن الرحيم. مرحبا بكم مجددا في المباراه الثانيه. اهلا بكم في هذه الامسيه في هذه المباراه الثانيه من المجموعه او الثانيه في هذه الامسيه من المجموعه الثانيه في الجوله الثالثه بالتحديد. الشمال والسيتيزن والشمال اصحاب المرصاد البيضاء خسروا في مباراتين والامور بديهية ومحسوبة. لن يتأهل الشمال ولكن وصل للمباراة الثالثة بحثا عن الانتصار كما يقولون لهضم الوجه ولإثبات ذاته ولكي يغادر هذه البطولة من باب وعلى الأقل وفي زعمه ثلاث نقاط. بينما السيتيزن الذي يتواجد في المركز الثاني في هذه المجموعة التي تصدرها الزعيم من بعد انتصار على 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 ربيع الجمام في المباراة التي سبقت هذه المباراة وتصدر المجموعة بست نقاط. السيتيزن يمتلك أربع نقاط من انتصار وتعادل وبامتلاك وباستطاعته أن ينتصر بهذه المباراة ويتصدر المجموعة في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لكي يمتلك سبع نقاط في صدارة المجموعة. ولكن بهذه الطريقة والكيفية هو يمتلك أربع نقاط من مباراتين بالتحديد بتعادل وانتصار. الشمال يتعود محمد ابو سرير، مهدي خليفة، مجال الجهان، علي سعيد، فاق الاسراب حسين ابو سرير وعلي الطالب وايضا احمد علوان. هذه كره لدفاعات السيتيزن اصحاب القمصان برتقاليه على زهريه على حمراء ملونة كوكتيل. وحالاتك يا سيتيزن ويا حالات يا سيتيزن. هذه الكرة لرمية جانبية في بداية لقاء في بداية مباراة خالية من أي ضغوطات ولكن المنافسة يجب أن تكون موجودة وبالتحديد من فريق الشمال الذي خسر مباراتين ولا يبحث عن خسارة ثالثة ولا يبحث عن خروج من باب وجيبة خالي من النقاط ومن باب وسيع وليس باب طيب. هذه كرة لرفعها أصحاب القمصان البيضاء من أبو سرير حارس المرمى. الدورة الآن لكرة طويلة من علي سعيد. علي سعيد الناحية اليمنى هناك التمريرة توصل إلى خارج أرضية الملعب. مباراة جاية بخير الحكم المباراة السابقة. السلام عليكم. رمزي الاسود كل التوفيق لحكم المباراه اداره المباراه الى بر الامان وكل التوفيق للفريقين في هذا اللقاء بين الشمال وبين السيتيزن الجوله الاخيره وفي المجموعه الثانيه بالتحديد والمجموعه الثالثه كم كان وهذا ستكون المجموعه الثالثه. هذه كره المجموعه دي فهي المجموعة الثالثة. نعم يا شباب كرة لسافرة اتعدت لضربة مرمى لمصلحة أصحاب القمصان البرتقالية السهرية. هذه كرة حلوة تمريرة باص طير على كورته سلم الكرة أبو سرير خلص الكرة الماضية وياهي تمريرة بنية وياهي حطه خلصها ابو سرير على طريقة حراس المرمى وبالقدم خلص الكرة الأولى. بعيدة كل البعد تؤدي الكرة إلى رمية جانبية أو هي إلى مرمى الست. والله هي ركلة جانبية لمصلحة فريق الشمال. كرة خطأ صافرة لمصلحة فريق اللي هو فريق السيتيزن هذه كرة يا ابو سرير بكل هدوء قبل الكورة. هذا مباراة قبل قليل جمعت صافرة وخطأ ورا مافيا كما استغل الكرات وسجل ثلاث اهداف وانتصر هذه المجموعه باعتبار حال هذه المجموعه التي بامكان فريق السيتيزن في حال انتصاره ان يتصدر هذه المجموعه. شوف الانطلاقه شوف السرعه هناك
التغطية موجودة يا بن سعيد. عدت الكرة لمصلحة السيتيزن، التمريرة والمجلس تخلص من جديد للسيتيزن، التصويب عرضية ساحقة مرت على الكل والجميع إلى رمية جانبية. سلامات سلامات أحد اللاعبين واقع على أرضية الملعب. لاعب صغيرة التحامات كثيرة وسقوط كل دقيقة يصير الشوط 30 32 دقيقة. مثل كرة اليد بالضبط، مثل كرة اليد بالضبط. وانتهى أكبر هذه كرة التصويبة أدعت إلى بربر كريم أرضية ركنية للسيتيزن. أرضية رأسية تصطد تعدي وتمر توصل من جديد لأصحاب القمصان البرتقالية المحمرة. سوية سوية عدت ووصلت إلى الشمال بعثاً عن الهدف الأول. يا علي سعيد مرت الكرة، مرت الكرة للسيتيزن مع كرارة والروحي على المشكاف. ماجد حميد، عبد الله قاسم، سكادة الطالب، وريان المغسل، أبو السبسكيت ومحمد حميد. تشكيلة السيتيزن في هذه المباراة كرة أسعد لمصلحة أصحاب القمصان البرتقالية. السيتيزن والبحث عن الصدارة في هذه المجموعة. صدارة بطبيعة الحال من يتصدر المجموعة، وفي كل مجموعة يتصدر فريق الفريق المتصدر يواجه الفريق الذي في العادة يكون كمركز ثاني أو مركز ثالث في المجموعات الأخرى في الأدوار المتقدمة. وهذه هي طبيعة الأحوال في بعض الأحيان، والكثير تقولون في بعض الأحيان أنك حينما تتصدر تكون الفريق أقل قيمة فنية وكروية في الدور القادم لأنك أنا في المركز الثاني. لا ويا ما هذا، وفي العادة الفرق التي تحافظ المركز الثاني والثالث في دور المجموعات في كل بطولات الدنيا وفي كل أنحاء الدنيا وفي كل أرجاء الدنيا وفي ملاعب كرة القدم صاحب المركز الثاني والثالث اللي يتأهل من دور المجموعات يصل للدور القادم إلى دور الثمانية أو الستاش، ومن الثمانية يوصل للأربعة أو يوصل للنهائي ويأخذ اللقب. كل أعتدتك جاءت أولتك كذا علمتنا كرة القدم. على كل الأحوال هي ركنية ركنية لمصلحة السيتيزن، بحث عن صدارة وبحث عن وصول لسبع نقاط في هذه المجموعة الثالثة. كرة مر وتعدي الشمال عند ال 25، البعد عن كرة باقر بن تراب، باقر بن تراب سجل وباصان كرة وصلت الكرة أحمد علوان والكرة الماضية عدت خارج أرضية الملعب من مهدي خليف لرمية جانبية. واليوم الجمهور حاضر لكن ليس كالمعتاد. الكل يفكر في المباراة النهائية في هذه الأمسية بين عملاق العالم وكبير العالم وبين ليفربول، لكن نشر الكل والحضور المتواجد بالعضوية الساعتين قبل مباراة الريال وقبل وصولنا للساعة العاشرة. هذه كرة تصويبة، الله هي في الجول، تصويبة قوية جدا دخلت في المرمى وأعلنت عن هدف أول يكرار. أبو الرهي يحرك شباك الشمال، يحرك شباك أبو سرير، يحرك شباك الشمال، يروح على تصويبه كرار أبو الرهي. وجاء أنت أبو الرهي بالقصيد دماء تحية، هذه قوية. 1-0 لمصلحة السيتيزن، 1 مقابل لا شيء، 1 مقابل لا شيء لمصلحة السيتيزن. سباكة بالرحي أو سباكة بسرير تحركت قوية، فرصة أولى كانت للسيتيزن،
مع بداية اللقاء لم نسجل فيه السجزين لأن أبو الرحيم خلص الكرة وأخرجها، لكن الكرة حطت السجزين في الكرة الثانية ودخلت في سباق الشمال وانا الهدف الأول. كرة مسافرة، ضربة حرة لوقعها أصحاب القمصان البيضاء للشمال، وضربة حرة لأبناء الشمال بحثاً عن هدف تعادل. دقيقة 11 وعليها يعني يدور تقريباً 12 دقيقة. وصلنا للثاني عشر واقتربنا من الربع ساعة الأولى في هذه المباراة التصوير. وفي جولة 7 نقاط تصل إلى الدور القادم
وانا كمركز اول، لذلك تلعب المباراه بكل هدوء بكل اريحيه، يخرج منها بلا اصابات وبمعنويات كبيره وبصداره في هذه المباراه. كرة اللعبة توصل لحميد محمد تعب الكرة حميد آخر ووصلت انطلاقة على اليسار أرضية، مرت في مجاورة القائم، ولكن شوف المحاولات والكرة التي يصنعها فريق سيتيزن من الانفراد ومن المناطق الخلفية بسرعة وبسرعة كبيرة، يصل لدفاعات الثوالث، ما زالت من المناطق الخلفية يحاول أن يدافع ويحاول أن يبعد الكرة، هو ومين أقل مجهود كرة محمد لعب الكرة ووصلها إلى خارج أرضية الملعب. تكنية السابي كرة هذا البطاطس يا طويل العمر، نسيني كل شيء بس لا تهرمني من البطاطس. البطاطس رضا عازمني عليه، هذه كرة توصل لمصلحة فريق الشمال، لمصلحة الشمال، كرة على اليمين، البحث فيها أن تمريرا لربما يصنعون فيها الفارقة. كرة عادت لضربة ركنية، لمصلحة الشمال، توصل الكرة أرضية، هناك ثمار مرت على الكل لمصلحة فريق السيتيزن في أقل مجهود في هذه المباراة، المغسل يسجل هدفين، السيتيزن ولا زال يبحث عن ثالث الاهداف، هذه كرة عبر انطلاقة مرور دوران يا مصطفى، اثبتت تلك الكرة الماضية عدت الى بربركلية، خمس دقائق متبقية على نهاية الحصة الأولى تقريبا مع وصول الدقيقة العشرين، هذه قوية، هذه عدت إلى رمية جانبية، تذهب الكرة لمصلحة فريق السيتيزن، هذه كرة حميد بينية، الكرة العرضية ممكن طالت عليه، أحاول فيها وضاعت الكرة ووصلت إلى ضربة مرمى، في ركلة مرمى لمصلحة فريق الشمال. هذه المجموعة السيتيزن يتصدر من بعدها الزعيم ومن بعده ربيع الجمال، ثلاث فرق في هذه المجموعة سيصلون للدور القادم بانتظار الواصلين في الدور وفي الجولة أو المجموعة الثانية، بانتظار من سيصل في المجموعة الثانية، المجموعة الأولى هي الربيع وأكاديمية الميدان، في الفريقين، واحد الربيع عنده ست نقاط والاخر الاكاديمية يمتلك خمس نقاط، ووصلوا الى دور الثمانية، باعتبار الواصل من المجموعة الثانية في ليلة الغد، فراح نعيش في هذه الليلة وهذه الامسية
في المجموعة الثالثة. هذه كرة عالية عالية مرة، عدت كرة هذه خارج أرضية الملعب، وصلت لأبو الرحيم، مرت عليه وخرجت وراحت هناك لأبو سمير حارس المرمى. لعبة بشكل سريع، أبو سمير في المناطق الخلفية حذاري من هذه الكرة، حذاري من هذه الكرة التي لربما تكلف الكثير. فاكرة وخطا لمصلحة فريق الشمال، فاكرة ضربة حرة مباشرة اقترابنا من الحصة الأولى. هل يسجل الشمال؟ يهو على كورة 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 كانت باتجاه المرمى، خلصت الكرة الماضية برأسية، عدت الكورة برأسية لخارج الأرضية للرمية الجانبية. بالاقتراب من الحصة الأولى هنالك هدف يأتي الشمال في هذه اللحظات. كرة قوية في اللقطة الماضية، في كرة اعتلت العارضة بسنتيمترات قليلة، بسنتيمترات قليلة 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 مرت الكرة الموقف مالها، واحتالت القليل من التركيز يا شراعي. هذه كرة لمصلحة السيتيزن سجاد الضارب محاوليه عند كرة لعب لكورة اتقطع، عادت من جديد، عادت من جديد لمصلحة كتيبة أصحاب القصة البيضاء يا أحمد الوان راحت لمهدي الحميد. مهدي الحميد سلم لكورة انقطعت من جديد، راحت لمصلحة الشمال. الدقيقة الأخيرة، الدقيقة الأخيرة والثواني الأخيرة في الحصة الأولى في هذه اوكي اثنين سجلهم السيتيزن، واحد يقتل ابو الرحيم والثاني سجل الحميد مهدي. كره لمصلحه ابن الحميد، محمد باصانا كره مصطفى سكيف حاول بكورته تخلصت الى ضربه ركنيه، خلصت الى ضربه ركنيه لمصلحه مصطفى سكيف السيتيزن. الحميد بدوره سلم لكره نقله للمغسل، المغسل اللي جبت كورتك معها صافر الحكم الاخرى في حصه الثانيه في هذه المباراه التي تجمع السيتيزن والشمال في شوط المباراه الثانيه. وهنا في الجوله الثالثه من هذه المجموعه الثالثه التي نعيش فيها ايامنا الاخيره وايامنا ويومنا الاخير من هذه الجوله التي نعيش فيها اخر ايامنا في هذه الجوله الثالثه من هذه المجموعه، بالتحديد باعتبار ليله الغد التي سنلعب فيها الجوله الثالثه من المجموعه الثانيه. تقدمت هذه المجموعه، تقدمت على المجموعه الثانيه، ولكن خلاص ايامنا الاخيره في هذه البطوله في جوله اول وفي دور المجموعات بالتحديد. اقتربت النهايه، واقتربت نهاية البطولة والمباريات تزداد اشتعالا مع الأيام القادمة. هذه مباراة السيتيزن يلعب فيها بكل أريحية بلا ضغوطات، إن انتصر فإن تتصدر، أما الشمال سيلعب فيها وهو يبحث إن انتصر فستكون ثلاث نقاط فقط في جوبته وسيغادر، وإن خسر هذه المباراة سيغادر البطولة وهو لا يمتلك ولا نقطة. حصة أولى انتهت وبتقدم فريق السيتيزن بهدفين مقابل لا شيء. هذه ركلة جزاء، هذه ركلة جزاء وضربة جزاء وضربة جزاء لمصلحة السيتيزن، لمصلحة السيتيزن.
ريان المغسل على التنفيذ على ما يبدو. ريان المغسل على ما يبدو. ريان ريان ريان. ثلاثة لمصلحة التقزري من ضربة جزائية في أول دقيقتين في شوط المباراة الثاني. حصة ثانية تبدا بهدف لمصلحة فريق التقزري. كمان يعاني الأمام في هذه البطولة، ولكن هنالك أمور وهنالك أشياء وهنالك معطيات لربما يحتاج إلى تحسينها قادم الأيام وفي قادم البطولات وفي قادم المشاوير والأزمنة. الشمال لم تكن مشاركة جيدة في هذه البطولة، ولكن غدا ستكون أفضل وسيكون أفضل، وغدا لربما يكون مستقبلا باهرا للشمال، مستقبل مبتسم أفضل من هذا الحاضر، أفضل من هذا الحاضر الذي نعيش في هذه البطولة بخسارة الشارك كان ربما قادمة من هذه المباراة. هذه كرة لمحمد نادي، شوف النقلة على اليمين راحت من اليسار ومن خارج القدم، وصل كرة عائدة لدفاعات السكوتين. نادي بحميد نادي عند كرة هناك، لكنها من جديد ريان المغسل احتاج يا ريان. كرة توصل لمصلحة ابو الرحي، او هي لمصلحة مين؟ كرة توصل لدفاعات الشمال حارس المرمى محمد ابو سير، لكن الكرة طويلة. ريان مغسل كسروت في الكرة الماضية مع صافي وسفير السامي. مصطفى السكري هذه اللعبة، هذه كرة توصل ضربة حرة مباشرة صدت، مرت وعدت في دقائق خمس ست، مرت على مجريات الحصة الأولى إلى خارج أرضية الملعب. والثاني ودقائق أولى ثلاثة مقابل لا شيء من بعد الضربة الجزائية التي سجلها ريان ابن المغسل. كورة يا ريان لمصلحة الشمال وصلت في المنتصف، تمريرة لعلي سعيد، علي سعيد والنقلة من بين الأقدام مرت لكن ما كملت، عادت من جديد للدفاع بعد اللي هو علي طالب. وصل كورة كرة توصل لمنتصف الأرضية، علي تمريرة في المناطق الخلفية، خلاص ربما باخدها. تدير سدرزي، سدرزي خروج لنادي الحميد لجواد ابو شاهين خرج نادي صاحب الهدف الثاني في هذه المباراة. هذه كرة توصل ارضية، مرت ومرت الكرة بطريقة سليمة لهدف كعبية في شباك الشمال. تسديدات تأتي من فريق السيتيزن لإتاحة الفرصة ولتسجيل أكبر عدد من الأهداف لربما ولإتاحة الفرصة. من الشمال أتى بتسجيلين لربما أو بتسجيل واحد من أجل أبو سعيد. النقلة توصل على اليمين، إهداف يا ريان يا ولد. الكرة الماضية يا ريان والكرة تمر إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب وإلى ضربة
ضربت لمصلحة فريق قسم جدد. أبو شاهين، عائلة أبو شاهين، ودينات أبو شاهين، ودي أنا أبو شاهين، صلاتي على النبي. أنا أبو شاهين لربما من أكثر العوائل الكروية في الكرة، في الكرة القطيفية، صلاتي على النبي. من سابع المستعيلات، ومن الصعب، ومن الصعب تشوف واحد في النهاية اسمه أبو شاهين ما يلعب كورة، وصعب جدا تشوف واحد اسمه في نهاية اسمه أبو شاهين ما هو مهاري كورة يا جواد. هذه كورة يا جواد، أبو شاهين عنده كورة، ما صارت كورة، لعبت في مناطق الخلفية، هناك تنتقل الكورة، تتمرر تصويبة عرضية بلا معنى ولا عنوان. عدت الكرة يا علي، يبدل المشكلة دفاعات الشمال، عائدة لدفاعات الشمال في المناطق الخلفية، توصل لصاحب الرقم 11 البديلة التي دخلت في اللحظات الماضية، عائدة يا علي سعيد. علي سعيد مررها في المناطق ولقلب الدفاع الدورة، سلمها عادت لعلي سعيد. احترقت عنه ربما عن اختراق عن 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 مكان، عن مكان تمرر فيه الكرة، الكرة بشكل سليم، لكن ستزل واقف صح. هذه كرة تخلصت، عادت من جديد، دربكة وصراع في المنتصف من أجل إبعاد الكرة في المناطق الخلفية، كرة إلى عرضية توصل إلى حارس المرمى، توصل كرة لمصلحة فريق الشباب. كذلك تمريرة خاطئة، كذلك تمريرة خاطئة، عدت تبديل استاذ رمزي بثلاث نقاط. ثلاث فرق من هذه المجموعة سيصل إلى الدور القادم، مركز أول ومركز ثاني وكأفضل ثالث فريق ربيع اللي هو ربيع التمام. هذه كرة توصل تعدي تمر تروح لحارس المرمى لمصلحة حارس المرمى. جواد أبو شهيد بحميد عائدة، جواد باص تمريرة عادت للمسجد، تمريرة خاطئة في الكرة الماضية رحلت لمصلحة فريق الشمال، رحلت لمصلحة فريق الشمال. غير النظام يا عزيز، هذا يا عم ابو عبد العزيز، هذا نظام 87 وتحت، النظام الجديد ده لوزه تكون قصيره شوي، عندك مجال ما يحتاج تخبيها وتخبيها. هذه كرة لي أنا جانبية، لكن والله دائما كنت أسأل هذا السؤال المطروح، ليش؟ ليش من قبل التيشيرت يكون داخل الشورت؟ قالوا لي الجواب، والله العالم على الجواب صح ولا لا، كان يقول لك البلوزة التيشيرت واسع، بعض الأحيان الكرة تمر على يدك والتيشيرت يخفي لمس الكرة لليد، لذلك كانوا يدخلون التيشيرت داخل الشورت يا ابو عبد العزيز. لكن صدق كذب الله العظيم، صدق ولا كذب الله العظيم، هذه كرة تمر لمصلحة عاد زمان اول، تيشيرت داخل والشورت قصير، والله يكرمك الجزمة وزنها 5 كيلو، وما ادري كيف كنتوا تلعبوا في ذيك السنوات. هذه كرة لمصلحة فريق السيتيزن، لمصلحة السيتيزن. هذه كرة بحثنا عن الرابع اخوات عود لدفاعات اصحاب القنصلة البرتقالية، ناس كبيرة خط اللي يفكر في نهائي الابطال، والله يمكن حتى ينسى ولدي، خلاص صفر الحكم، خلص ظهوري، انتهت المباراة بالسلك، وتيسر شغل التلفزيون وضبط الشاي. السيتيزن وهي للشمال، عفوا ضربة حرة
الاهره مباشره لمصلحه الشمال. علي طالب ارضيه تمريره مقطوعه تتخلص اسمور، لا زالت الكره على اليسار، الكره على اليسار، النقل طوليا اهداف ارضيه ما وصلت للغسل، وصلت لدفاعات تتخلص لخارج ارضيه الملعب، لخارج الارضيه والى رميه جانبيه او هي لضربه مرمى في اللقطه الماضيه لمصلحة السيتيزن من رمية الشباس. يب. لجواد ابو سليم. كرة جواد. المسكات. اللعبة. هذا ابو سليم ولا مين؟ كرة ثانية. تمرد عندي تصوير في الجول. راحت في الجول ومعها التبديل الثاني. راحت في الجول ومعها متوقعين عليها انها صح. كيف وليش ما تسال؟ يقولون اليسون اللي اخترع الكهرباء واللي قال انه شيء وقال لنا ان في شيء اسمه كهرباء والله يرحم والديه يوم يوم اخترعها. يقولون اليسون حاول 2000 مره وعليها شوي وبعدين وصل النتيجة الأخيرة واختراع الكهرباء. بنفس الأجواد ويوصل السيتيزن معاها للدور القادم. وهذا داري تغلط دياتا في فاكرة في خطا في كرة لمصلحة دفاعات ويعرف ما مدى أن هذه المباراة هي وكأنها تمرين يلعب بين الفريقين لإنهاء هذه الجولة الثالثة بكل أريحية بخروج هذه المباراة وهي في بر الأمان بلا إصابات بلا مشاكل بلا نقاشات وبلا أي تفاصيل أخرى. تمرين تحصل عليه تفوز فيه ولا تخسر في نهاية المطاف. واحد رايح للدور القادم واحد ثاني رانيني سيتيزن كورة لتصويبه عدي أكبر إلى ضربة مرمى بربر كريم يقولك سجل خامس ليش لا؟ اقرب من الخامس ليش لا؟ الكرة عندي والعرض واقعية اي فرصة تتاح واي كرة تمر من 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 الشباك البيضاء ابحث فيها التسجيل الخامس. كرة قطعها جواد مرت الكرة لمصلحة اصحاب القمصان السليم مرت الكرة وهذه تصويبة أرضية تمر وتعدي إلى خارج أرضية الملعب إلى خارج أرضية الملعب. حجر أبو شاهين في الكرة الماضية صور للكرة لكن الكرة الماضية عدت على الكل لأن خارج دفاعات اللي هو السيتيزن. جواد أبو شاهين لأبو شاهين الآخر النقلة والتمريرة توصل لمصلحة أبو شاهين والسيتيزن. قوية الكرة خلصها أبو شرير فرصة لتسجيل الخامس. خلصها محمد أبو شرير في الكرة الماضية هذه كرة وهذا مرور يا السيتيزن. مرت الكرة عندك مر لمصلحة السيتيزن. كلما من بداية المباراة كلما حاول الشمال أنا أسمع شيئاً كان هنالك لسيتيزن كلام آخر. سيتيزن الماضية سيتيزن دخلت لهذه المباراة هي في الجول صوت المشكات اصطدت يا محمد سهير دخلت يا سيتيزن. هذه كرة عرضية لمن ويا من الكرة طويلة بعيدة كل البعد تمريرة أرضية الواقعية يلعبها يلعب فيها فريق السيتيزن مشوار والمشوار السيتيزن في نقطة سابعة إلى الجولة وإلى دور الثمانية متصدرا بهذه ولهذه المجموعة. نعيش الدقيقة الأخيرة من مجريات الحصة الأخيرة أو الحصة الثانية في هذه المباراة. هذه كرة توصل لمصلحة فريق الشباب تصويبة قوية عدي ثواني أخيرة مبكرا وقبل أن ومبروك يا ربيع الدمام ومبروك يا سيتيزن صداع في المجموعة.